أمي ليه موجود؟ كده مش هينفع. أيوه فريدة هانم. مين؟ فريدة هانم. أهلا 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 يا ست الكل. إزيك؟ وحشتيني. اتفضل. عاش من شافك. أنت اللي قطعت مرة واحدة يا فهمي بيه. إيه؟ مفيش تليفون؟ ولا نسيت نمر التليفون؟ معقولة؟ معقولة يا فريدة هانم أنسى نمر تليفونك؟ يعني كنت على بالك؟ أنت في بالي على طول. بس أنا كنت مسافر وقعدت برا شهرين. الحمد لله على السلامة. أموري. أنا جاية لك في طلب صغير قد كده. أنا ومكتبي وموظفيني تحت أمرك. صباح الخير يا باشمهندس. اتفضل اتفضل اتفضل. ربنا يخليك لينا يا باشمهندس. السلام عليكم يا عم جابر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعيد يا عم جابر. اهلا يا ست العرايب. عملت لي ايه في اوضه السفره؟ قطعنا الخشب وهتستلمي في ميعادك ان شاء الله. ربنا يخليك يا عم جابر. واخبار العريس ايه بقى ان شاء الله؟ ده انا وصلني منه جواب اهو. ما قالكيش فيه هيجي امتى؟ لا لسه ما قريتوش. طب يلا يا حبيبتي عشان تلحقي في قريب. الف مبروك يا استاذ جابر. الف مبروك يا رجال. خير ان شاء الله. خلاص اللجنه قررت ان العماره سليمه وتقعد 10 سنين كمان. انا مش قلت لكم البيت ده جملي ومتين؟ مش زي العمارات بتاع الايام دي الكرتون اللي بتقع قبل ما تتسجن. بس بقول ايه بقى يا رجاله؟ ايوه الله الله على الجد. السباكه اللي في العماره كلها لازم تتعمل وبسرعه. هتكلفنا كتير المساله دي. هتكلفنا حوالي 1000 جنيه. بس الحمد لله. امال اللجنه لو كانت قررت ان العماره تتهد كنا زماننا دلوقتي في الشارع كلنا. اعوذ بالله. يا جماعه ده احنا ولاد حته واحده واهل. هو اذا كنتوا زعلانين من حكايه اللجنه اللي جت عينت فده لاني خايف عليكم. وانا مستعده اثبت لكم حسن نيتي. حرام من البيت على حسابي. لا هو حضرتك هتدفعي تلت التكاليف وبس، لكن احنا هنكمل ازاي؟ انا اتفقت مع السكان على كده. موافقه. لا طب وهتفضلوا واقفين كده يا جماعه؟ ما تتفضلوا تستريحوا. احنا مش هنستريح غير لما نطمن. خلاص. وعندكم حد بقى يعمل الترميمات ولا اجيب لكم انا حد من اللي شغالين عندي؟ انا موجود عندي واحد. لا يا ست ولا مؤاخذه، باشمهندس اتفق مع واحد سباك كويس هو اللي هيعمل الشغل. خلاص على خيرة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في ايه يا فريد؟ خير يا جماعة؟ خير ان شاء الله. شوف يا معلم جمعة، احنا جايين نشوف موضوع البيت اللي لممنا هتعملوا فيه ايه؟ البيت؟ ما هي اللجنة جت جمعة. خلاص اللجنة قالت قرارها وانا شخصيا مرحبة بيه. والجماعة خلاص مش زعلانين. مش كده ولا ايه؟ ربنا ما يجيب زعل. تسمح لي واحدة؟ أصل في مشكلة كده صغيرة عايز أخد رأيك فيها. تحت أمرك يا فندم. هو حضرتك مهندس مش كده؟ أيوه. أنا عندي عمارتين في مدينة نصر بقالهم سنتين مش عايزين يشطبوا ومحتاجة مهندس يشرف عليهم. ويا ريت تقوم أنت بالمهمة دي. يا ريت كنت أقدر، بس أنا موظف. ما أنت تقدر تاخد أجازة سنة بدون مرتب. وهدفع لك اللي انت عايزه. وهتدفعي له كام كده يا استاني ولا مؤاخذه؟ اصل علي ده ابني وانا اللي مربيه. يكفيك 500 جنيه في الشهر. ده مرتب كويس قوي يا علي. ده قد مرتبك بالحكومه 5 مرات واكتر. حق يا علي. دي تبقى تعطي الاجر ومشاحت لنا. المبلغ مش كبير قوي للدرجه دي يا منى. انا ليا زمايلي بيشتغلوا في مشروعات استثماريه وشركات اجنبيه بياخدوا اكتر من كده بكتير قوي. ما تنساش انه اول تعيين ممكن بعد كده سنين. اهم حاجه في الموضوع ده يا حبيبتي ان ممكن تاخدي اجازه وتقعدي تربي وحدك. ايه ده بقى؟ ايه اللي صح وايه؟ بقول
قلت تربي وائل مش تنتهي لي وائل. ايه اللي صحاك يا استاذ؟ خد لنا شقة جديدة كده في مكان حلو، وكم شهر تجيب لنا عربية صغيرة عشان نفتح فيها وقول. عايزة الصراحة يا منى أنا متربي. ليه؟ هشتغل عند واحدة ست. ومالهم الستات بقى؟ هو مش شغله خلاص؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. ماما خدت الدواء؟ من بدري وزمانها بسبع نومة. والقرد ده إيه اللي مصحيه لغاية دلوقتي؟ القرد الصغير ده عايز مامته حبيبته كده يوقونا؟ يا سلام خلاص؟ ما بقاش في غير الاستاذ وائل وابو وائل راحت عليه خلاص؟ معدي ده ابو وائل هتفضل زي ما هي طول العمر كده يوقونا؟ جمعة جمعة تفتكر الحكاية دي هتنفع؟ حكاية ايه؟ حكاية البيت. ماله؟ لو فعلا قدرنا نهد البيت ده ونبني مطرح عمارة نبيع شققها تمليك يا ريت يا جمعة. وايه اللي مش هيخليه ينفع؟ طب اسمع انا عايزك تعرف لي مين السباك اللي هيجيبوه يرمم البيت. حاضر يا عيون. حاضر يا روحي. طب نعم يا اخوانا نعم. تعالى يا استاذنهم شوف. ايه ده؟ ساكتين عليه لغايه دلوقتي. يا ما قلنا ونبهنا لكن مفيش فايده، لازم نستنى لحد اخر لحظه. السكان غلابه يا استاذ جمعه، هيجيبوا منين؟ لو اتلحق اول باول ما كانش حاله وصل لكده. معلش يا استاذنهم، المهم انك تبتدي شغل من الصبح وفلوسك عندي انا. ماشي الكلام يا باشمهندس. يا ساتر. اهلا وسهلا يا معلم جمعه. لا مؤاخذه، الباشمهندس عايز يشوف عفشه الميه. ده بيتك ومطرحك، اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا اسطى. اهلا وسهلا. اهلا يا عم راشد. بتبعت ليه؟ مسلم. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا. ياه معقولة دي؟ ده الحيطان بايشة خالص. وعندنا أكتر. يا ما قلنا لكم غيروا جلب الحنفيات كأننا بندن في مالطة. مظبوط يا أستاذ راشد؟ مظبوط. طب خدنا إيه يا حسنى؟ عاملة فضل تخنك صينية بطاطس في الفرن. باللحمة يا حسنى؟ يا أخويا الأمر ما يتلامشي، برضه حتى ماسورتين في الصينية. هبعت لك طبق تدوقه من إيدي. أنت هتقولي لي؟ وهي الايدين الحلوه دي بيطلع منها غير كل حاجه حلوه. ربنا يكبر بخاطرك يا جابر. بيخليكي ليا. انا جابر. انا اهو. انت فين يا اخي؟ كنت جروب انا اهو. قلت ايه بقى يا استاذ؟ زي ما انت شايف يا معلم، عفشه الميه حالتها تعبانه قوي. لازم المواسير اللي جوه الحيطان كلها تتغير وتركب مواسير جديده. يعني في هدد يعني؟ طب اعمل لي مقايسه للعمليه كلها واحنا تحت امرك. ولا ايه يا اسطى؟ طبعا مفيش حاجه غير كده اللي تشوفه. خدتك بعافيه يا ست حسنيه. وانت بعافيه يا معلم جمعه، شرفته وانسته. حسني ايه اللي رجعك تاني؟ عايزين نتكلم في الموضوع. موضوع ايه؟ هو في غيره؟ الجواز. لما ربنا يريد يا جابر. انت يا حسني بنتك اتجوزت وسافرت مع جوزها وبقيت عايشة فرضانية زي حالاتي، ما بقاش ليكي حجة بقى تتحججي بيها. طب انزل احسن يستعوقوك. يستعوقوني؟ أنا مش نازل إلا لما تقولي. يا راجل انزل، أحسن يقولوا اتأخر عندها ليه؟ ما يقولوا، إحنا بنسرق. استنى انا راجل بخاف من ربنا، مش بتاع حاجات من دي. بقى يا استاذنهم، ربنا قال ان يبقى عندي بيت طويل زي ده ويجيب لي 20 جنيه في الشهر. ما برضه الناس اللي ساكنين فيه غلابه استنى. ما انت كمان غلبان وصاحب عيال. خليك في حالك احسن. امسك ادي جزء تحت الحساب والباقي لما تخلص. ما تمسك يا استاذنهم. ايوه استنى،
لكن هشتغل ازاي والباشمهندس علي واقف على ايدي؟ وانا باشمهندس وفاهم كل حاجه ويمكن يكشف الموضوع. لا اطمن، الباشمهندس مش هيكون موجود، انا عامله حسابي. العمارة دي بقى متغير عليها لحد دلوقتي ثلاث مهندسين ومقاول. يا ساتر، ليه بقى؟ الضمير يا باشمهندس اللي اتعدم اليومين دول، كل شوية هاتي فلوس هاتي فلوس ومفيش حاجة بتخلص. بس أنا متأكدة إنك أنت اللي هتشطبها، وفي وقت أقل كمان من اللي هما حددوه. ربنا يستر. طب تعالى أما أفرجك. إبراهيم، إبراهيم، في مشاريع عايز اخد رايك فيها. الحقيقه اللي انا فهمته ان انا مسؤول عن عمارتين مدينه نصر وبس كمهندس يعني. ايوه فاهمه قصدك، بس في الحقيقه انا ارتحت لك قوي، عشان كده حبيت اخد رايك في حاجات كتير. انا عندي حته ارض في اسكندريه، حاب اخدك اوريها لك، وحاجات كتير بعدين اخد رايك فيها. المهم، عندك مانع دلوقتي نروح على المزرعه؟ لا طبعا ما عنديش اي مانع. اهلا بيك يا معلم جمله. ايه اخبار بقى المشلتت والحاجات الحلوه؟ عايزين بقى ندوق الباشمهندس المشلتت بتاعنا. حالا ينعمل. الله يخليك. معايا يا مصطفى. ايه رايك في المزرعه يا باشمهندس؟ لا دي حاجه عظيمه جدا. اهانا بقى كل اسبوع اخطف يومين اجي هدي اعصابي هنا. ايه رايك فيها؟ بيني وبينك معاكي حق 100%. واحد ماشي اهو، واحد ماشي اهو، واحد ماشي اهو، واحد ماشي اهو، واحد ماشي اهو. انت ما جيتش على الغدا ليه يا ابني؟ ابدا، رحت العزبه مع فريده هانم واتغدينا هناك. هاي، واحد ماشي اهو. فين بقى يا سيدي؟ العزبه مع فريده هانم. انت شغلك ايه في العزبه؟ كانت بتوريني مساحه الارض اللي عندها، بتفكر انها تقسمها. دي لو فكرت في المشروع ده، نعم حبيبي، هيكتبها مكاسب خطيره. وانت بقى اللي هتبع لها الارض؟ هتشتغلها سمسار؟ سمسار ده ايه يا منى؟ قولي مدير اعمالها، هبقى مدير عام. ابوك هيبقى مدير عام يا واد وائل، ابوك هيبقى مدير عام كبير قوي قوي قوي. عارفه يا منى، لو البنك وافق على تمويل المشروع التاني هيبقى مفيش اغنى مننا. على فكره انا مسافر معاها بكره اسكندريه. اسكندريه؟ وفي بقى ايه كمان في اسكندريه؟ ارض تانية ولا ايه؟ طبعا، ارض مساحتها كبيره قوي. على فكره يا منى، الست دي في دماغها مشاريع خطيره جدا. يبان عليها غنية قوي بقى يا علي. قوي 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 قوي. طبعا غير، انتي مش عايزاني غير. يا راجل افهمني، انا عايزه ابعد الواد ده عن البيت لحد السباك ما يخلص شغل. قولي بقى، التمرجي كان عندك النهارده بيعمل ايه؟ انا هاجي معاكم اسكندريه. يا راجل التمرجي كان عندك بيعمل ايه؟ الدكتور كاتب لي على حقنة عشان انا نفسي اجيب عيل. انت ما نفسكيش في عيل يا فريده؟ هو في ست في الدنيا ما نفسهاش تبقى ام يا بابا؟
افتح حسن يا ابني. يا اسطى، البيت قديم يا اخويا ما يستحملش. ريحتني، خليك شوف شغلك امال. انا بفكر اعمل على حته الارض دي مصنع بدل عماره. العماره النهارده ما بتجيبش همها. ايوه فريده هاني، بس مصنع ايه يعني؟ مثلا جمالكه وغيرها. النهارده النجارين محتاجين جمالكه وغيرها. بس حضرتك يعني معلش مش هتفهمي في الحاجات دي. المختصين موجودين. بس متهيألي يا فريده هاني ان المنطقه دي منطقه سكنيه، مش ممكن المحافظه تدي لحضرتك تصريح لانك تبني مصنع هناك. لا اطمن، من ناحيه التصاريح دي ما تشيلش هم. المهم ان احنا ندرس الموضوع من كل النواحي وبعدين نبتدي. على خير الله. طب متهيألي يا فريده هاني احنا كده يا دوبك بقى مين؟ هنروح فين؟ انا ما بحبش اسافر بالليل. معلش اذا كنت حضرتك بتخافي من السواقه، انا ممكن اسوق العربيه. بلاش، انا بتشائم قوي من سواقه الليل. ما تخلينا باتين النهارده ونسافر الصبح بدري على راحتنا. معلش يا فريده هاني، انا اصلي ما قلتش لمنى الحقيقه ومش عامل حسابي. طيب ويرضيك برضو انك تيجي معايا وتسيبني لوحدي وتنزل؟ ايوه فريده هاني، انا اصلي بصراحه مش شايف اي مبرر لان احنا نبات النهارده هنا. طب اوكي، على راحتك. طب عن اذنك هسيبك دقيقه واحده وارجع لك. اتفضلي يا فندم. من المستحيل عشان اخليه يبات هنا. وبعدين معاك ما تبقاش مجنون والا هتبوظ كل حاجه. طيب 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 خلاص. يا اختي مدام، مفيش ولا بطرح لا في القطر ولا في الاتوبيس الا بعد 3 ايام. الله، وايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ طب معلش معلش، طب متشكرين قوي معلش. وهو ذنبه ايه؟ ما انت عارف ان صعب قوي انك تلاقي تذكره اليومين دول. خلاص مش اشكال، انا هاخد عربيه بيجو دلوقتي وقتك. لا بيجو بقى هدي لي، مستحيل. انا متعود على اني اركب عربيه بيجو، مش اشكال. مش ممكن اسيبك تسافر بالليل لوحدك. مش هيحصل حاجه يا سيدي لما تبات هنا للصبح. قوم بس على الله الاقي لك اوضه هنا النهارده. يعني مش ممكن ندي الناس دي اسبوع لحد ما يلموا حاجاتهم؟ ايوه يا اخويا، ربنا يخليك. ولا يوم واحد، البيت حالته خطر، ده يمكن يقع واحنا واقفين. ادينا فرصه ولو اسبوع واحد نلم حاجتنا، ده حرام يا ناس. اسكت يا ست. تسكت ليه؟ من حقها تتكلم ومن حقها تطلب فرصه، امال نروح فين دلوقتي بولادي؟ انا قلت اسكتي. اما انت بتدخل في البوليه يا بليل ده. اسكت انت كمان يا بير. رحمه مطلوب، اخرس يا راجل. هتتخط فينا كده اللحظه دي يا الاول. شوف ايه يا علي؟ علي! علي! ايه يا منى، في ايه؟ يا علي بيقولوا البيت هيقع. يقع؟ ايه يا عم يا ابني؟
حضرة الظابط. السكان لازم يخلوا البيت رقم 9 حالا. 9؟ ايوه. يروحوا فين يا حضرة الظابط؟ دي ناس غلابة على قد حالها. هننقلهم المساكن الأواء مؤقتا لحد ما ندبر لهم مساكن. يا فندم أكيد في غلط حصل. العمارة دي في لجنة اجتمعت عشانها وقررت إن قدامها 10 سنين. مش شغلي. ممنوع أي حد يدخل. في ضحايا؟ اللجنة قررت إخلاءه قبل ما يقع. الحمد لله. الحمد لله. أنا اللي يهمني أرواح الناس. استنى لو سمحت يا فندم. يا فندم قرار اللجنة ده قرار متسرع جدا. لو سمحت حضرتك تعقد لجنة ثانية وأنا مستعد أشد خرسانة. قرار اللجنة لازم يحترم. أنا اللي يهمني أرواح الناس. اطلع يا مرحبا. جديد. معاكم كعوب قواء؟ معانا يا سيدي. لازم تصريح. داخلين الشيراتون الخي. تحبوا بقى تقعدوا في خيام الحكومة ولا تقعدوا في كشاك اخر حلاوة؟ حلاوة خيام وكشاك. طب وايه الفرق بقى؟ فرق؟ ده فرق كبير قوي، خصوصا بقى لما يدخل الشتاء. شتاء؟ طبعا الشتاء. واحنا ايه يا اخويا اللي هيقعدنا للشتاء؟ انت بتتكلمي ليه؟ تعالي هنا مع الحريم. شتاء ايه يا اخ؟ دول هم كلهم يومين لغايه ما ينقلونا شقق المساكن. المساكن؟ مين ده اللي قال لك كده يا حاج؟ هم مين؟ ما قالولنا احنا كمان كده. على كل حال انا قلت اللي عندي. تحبوا تقعدوا في خيم الحكومه على راحتكم، تحبوا تقعدوا بقى في كشاك اخر حلاوه حلاوه برضو على راحتكم. طب والكشاك دي برضو تبع الحكومه؟ انت شبابه ما تيجي تخلصني. بقول لك ايه، انا سايب نص دقن الزبون وانتوا باين عليكم فلافسه ومش هنعرف ناخد وندي مع بعض. اروح اشوف اكل عيش احسن. لو سمحت يا اخ. شبابه محسوبك شبابه. بس شبابه، بس شبابه خلصني بقى. انت يعني بتدفع فلوس؟ خلاص بقى كفايه كده، مع السلامه. يلا تحت امرك يا حلاوه. اتفضلوا اتفضلوا. الشاكه اهي اخر اعتبار، معمول لها مشمع في السقف عشان الشتاء. احسن من البيوت المبنيه بالطوب، على الاقل ما تنقعش. وانت بقى اللي باني الكشاك دي؟ اسمع من فوقك ربنا، ده انا حته سمسار غلبان يا حلاوه، لا رحت ولا جيت. امال يا اسطى الكشاك دي مين اللي بانيه؟ الحكومه؟ الله، انتوا هتسكنوا بقى ولا هتفتحوها تحقيق؟ إيه؟ سلام عليكم. ايه يا ابني استنى بس، استنى، انت واقف في مناخيرك كده ليه؟ الراجل بيسالك سؤال، ما قصدوش حاجه وحشه لو سمح الله. الكشاك دي بانيها ناس مقاولين كبار، كبار قوي. مشروع انفتاح يعني. خلاص استريحتوا؟ طب يا ابني الكشك من دول كده ثمنه كام كده بالصلاه على النبي؟ ثمنه ليه؟ وانت هتشتريه يا حاج؟ ده مش تمليك، ده ايجار. عندنا بقى نوعين من الاكشاك، نوع لوكس بمنافع ولا مؤاخذه، ونوع ساده كده من غير منافع.
واللوكس ده فيه حمام. حمام؟ حمام يا حلاوة. امال منافع ايه اللي بتقول عليها؟ منافع يعني المطبخ يعني نقدر. تعالوا معايا اهو شوفوا يعني نقدر نحط التلاجة هنا، نقدر نحط البوتاجاز هنا، ونحط النملية هناك، ولما نعوز نستحمى الحمامات بقى في الجامعة. حلاوة ايه عجبكم المطرح بقى ولا لا؟ انا سايب الدكان لوحديه. بقول لكم ايه، فكروا بقى على مهلكم وخدوا قرار، وانا بقى في الدكان. سلام عليكم. ده حمايه كده ليه يا عم؟ استنى شويه. ايه رايك يا منى؟ هقول ايه بس يا علي، مفيش حاجه في ايدينا نعملها، امرنا لله. مستحيل يا منى، مستحيل نقدر نعيش هنا. طب امي وابني هيناموا فين؟ نحط لها سرير في اللي بيقول عليه مطبخ ده. وانت لما تعوزي تطبخي بلا انت يا منى هتقدري تروحي الحمام؟ عادي، معاك فلوس تروح لوكاندا؟ انت عارف علشان ناخد اوضتين في اي لوكاندا لازم ندفع كام؟ طب وليه اوضتين؟ ليه، نسيت امي ولا حاسبها هنا لوحدها؟ خلاص بقى يا علي، يبقى هنقعد هنا وهنتصرف. مستحيل نقعد هنا. انا هقدم طعن في قرار الهادي، مش بقى انا هقلب الدنيا. وطي صورتك يا ابني لحد يسمع. انت كمان يا ماما اللي يسمع يسمع. متشكر يا فندم، الله يخليك يا فندم، الله يخليك. الو، اهلا 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 يا فندم. الحمد لله، انا دايما بزعجك معايا. لا 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 لا، ما فيش ازعاج ولا حاجه، انا تحت امرك. ده يا سيدي الباشمهندس علي. قال ايه؟ قال مقدم طعن في قرار اللجنه. ايوه فعلا فعلا، الطعن جالي النهارده، هو قدامي اهو. بس الولد ده باين عليه مشاكس، يعني عايزين نلعبه شويه. لا 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 لا، ما تشيليش هم خالص، انا همر عليكي بعد الظهر. ربنا ما يحرمنيش منك ويخليك ليا. ميرسي. اوكي، باي باي. جمعة. هانم جايبالنا الاكل، والله فيها الخير. طبعا فيها الخير. ايه يا علي، مش كويس انها جت تشوف الناس وجابت لهم اكل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. شاكرين قوي يا حبيبي. العفو، ربنا يخليك. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. ايه رايك يا فريده هانم في العيشه اللي احنا عايشينها؟ ايوه بس ده حل مؤقت. وبعدين ما تزعلش يا سيدي، انا عندي شقق كتير مفروشه. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا ست هانم، ايه النور ده كله، نورتينا وشرفتينا. متشكره قوي. خلاص يا باشمهندس، انا عندي شقه كده صغيره، اوضه وصاله، تقدر تجيب ماما وابنك ومراتك وتيجي تسكنوا فيها لحد ربنا ما يسهل. ربنا يخليك يا ست هانم ويطول في عمرك. يا امي متشكرين جدا يا فريده هانم، بس المشكله مش مشكلتي انا لوحدي، دي مشكله اهل الحي كلهم. حضرتك ممكن تتخيلي انك تنامي في كشك او تنامي في خيمه. انت بتكلمني كاني انا اللي مسؤوله عن اللي حصل. اولا انتوا اللي طلبتوا ترميم البيت، ثانيا انتوا اللي جبتوا السباك من طرفكم، ثالثا طلبتوا مني ادفع تلت المصاريف، ما قلتش لا. وبعدين ما تنساش يا باشمهندس ان اهل بيت الكوامل دول اهلي زي ما هم اهلك بالظبط. بس انت شد حيلك كده وشطب العمارتين، وانا مستعده اديهم دورين ثلاثه يا سيدي يكفوا الناس دي كلها. في حاجه مني مطلوبه تاني؟ متشكرين جدا يا فريده هاني. طيب تصبحوا على خير. وانت من اهل يا فندم، متشكرين قوي قوي. سعيده. مع السلامه. مع الف سلامه يا فندم. مع السلامه. بصي يا ابله، الست جابت لنا اكل. طيب يا حبيبي، روح كل هناك مع امك واختك.
ايه في الشغل يا جمعة؟ الله اكبر الله اكبر، كلها كم شهر بالصلاة على النبي والعمارتين يتشطبوا. لازم تخلصوا الحاجات دي. بين عليه مهندس شاطر اوي. ازاي الحال يا باش مهندس؟ اهلا اهلا يا فريدة هان، ازيك يا معلم جمعة؟ الله ينور. وعليك يا معلم. الاشاني خلص؟ الدور الاولاني كله خلص. اشوفه. ايه رايك يا فريده هان؟ عظيم. يا ترى الحاجات اللي طلبتها وصلت؟ لسه العربيه ماشيه دلوقتي حالا، بس يا ريت بقى تلحقونا بالاسمنت اول باول. اطمن، انا هروح استعجل لك الطلبيه دلوقتي. فكرت في اللي قلت لك عليه؟ مش واخد بالي. الله، انا مش قلت لك تجيب مراتك وابنك وتيجوا تسكنوا في شقه من شقق المفروشه؟ يا فريده هان، المشكله مش مشكلتي لوحدي، دي مشكلتنا كلنا، ازمه وحصلت لنا كلنا، ويعني احسبهم لوحدهم وامشي انا بس؟ ادي احنا اهو بنشتغل بايدينا واسناننا عشان نحاول نخلص العماره قبل الشتاء ما يجي. ده انت ما عندكيش فكره الناس تعبانين ازاي. على فكره انا جبت لك شيك مرتب شهرين، اكيد انت محتاج فلوس. مش هخبي عليكي، ايوه متشكر قوي. يلا يا جمعه، مع السلامه يا فندم. لحظه يا باشمهندس. ايوه امضي لي على الوصف. حاضر. تعرف يا علي، دي اول مره امسك في ايدي مبلغ زي ده. بقول لك ايه يا علي، ما تيجي ناجر شقه؟ اذا كان على الشقه يا ستي، فريده هانم عرضت عليا النهارده تاني موضوع الشقه المفروشه. طب ما يلا نروح. معقوله؟ طب ووالدك ووالدتك هنسيبهم؟ ناخدهم معانا. ازاي بس يا منى، لما هي بتقول ان كل الحكايه اوضه وصاله، هيقعدوا فين بقى؟ فعلا كملي مذاكرتك احسن. خدي شقة. ايه اللي هتديها للوالد؟ ده ما حلتوش الارض. هيدفع ايجارها منين؟ ومين قال لك ان هيدفع؟ علي هيسكن من غير ما يدفع ولا مليم. نعم. افهم دي بقى. علي ده مش لازم يبعد عن عيننا لحظة واحدة. لازم ابعده عن الحوش بتوع الخيام. طول ما هو قدامهم بيفكروه بالطعن اللي متقدم في الحكومة. ايه رأيك؟
خلينا في المفيد. خدت الحقنة النهاردة؟ أنا يا قلبي مش مطمن للوسع. خدت الحقنة يا جمعة؟ ما هو لو كان الواحد بس مخلف له حتة عيل صغير كان حط في بطنه بطيخة صيف. دي حاجة بتاعت ربنا يا جمعة، هو احنا هنعدل عليه؟ بقول ايه؟ الحقن مش جايبة نتيجة. نتيجة من ربنا عيل من المرجع فهو يبقى ابني ليه؟ انا ما ربيش غير ابن بطني يا جمعة. صباح الفل يا هندسه. ايه يا الصبح يا شباب؟ معلش بكره تتعود، كل يوم منك. قولي ايه؟ انا معرفتش انك مش مهندس الا امبارح بس. لا مؤاخذه حلاوه يا عم ولا يهمك، دلوقتي انا عايز اغسل وشي. اه وماله؟ تعال اعرفك السكه. قولي ايه؟ انا عرفت حاجه مهمه قوي عايز اقول لك عليها. ايه؟ في شقق جاهزه، خمس بلوكات في العباسية، المحافظة عاملاها علشان اللي بيوتهم واقعة زي حالاتنا كده. ايه ده؟ يعني شقق فاضية وجاهزين للسكن؟ ايوه. ولو انت بقى باش مهندس قد الدنيا، لو تعرف بقى حد في المحافظة بقى ممكن يخلص لك الموضوع. ما تعرفش عرفه بنفسك يا حلاوة وخلصنا من الهم اللي احنا عايشين فيه ده. ايوه بس انت متأكد يا شباب انها جاهزة للسكن؟ الله، عيب هندسة. طب بقول لك ايه يا شباب؟ انت تجمع لي اسامي الناس اللي هنا كلهم وتكتب ورقه، تكتب اساميهم ويمضوا جنبيها وتجيب لي الورقه دي. ايه هتروح المحافظه بكره؟ بكره ايه، انا هروح دلوقتي. خلاص نص ساعه يكون الكل ماضي وتكون الورقه جاهزه. ماشي. شباب ايه؟ قول لي انت بتعرف تقرا وتكتب؟ الله عيب يا حلاوه، ده انا اكتب لك شعر ودقني كمان. يا شباب ايه؟ عايز اغسل وشي. اه صحيح. اه لا 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 بلاش هنا، تعالى في الحته اللوكس. مساكن ذوي الحوم. في هنا توصية من سيادة المحافظ. ادخل. ادوني مساكن ابو العيش. ايوه. اتكلم. حضرتك بتكلمني انا؟ طلباتك. أنا عرفت إن في بلوكات مساكن شعبية في العباسية مخصصين للإيواء، فبقول يعني لو سيادتك تخصص لنا بلوكين اتنين بس ممكن يكفوا عدد السكان دول. ده جايب الكشف معاه وجايب الحل معاه. ما تاخد تلات بلوكات أحسن. يا فندم أنا متأسف جدا، بس أصل حضرتك ما عندكش فكرة الناس دول عايشين إزاي. ما تيجي تقعد مكاني أحسن. اتفضل يا أستاذ. كل حاجة هتتعمل في مواعيدها وحسب دوركم. ادوني يا ابو ريش. ما هو لو سيادتك مرة واحدة بس اضطريت انك تبات في كشك او في خيمة ما كنتش تقول انت جاي هنا يا ولد تعادلني الادب. لو سمحت احترم نفسك انت بتتكلم معايا. يا استاذ عم كده امشي امشي، اطلع بره. انا هطلع بره، بس احب افهمك ان الواد اللي انت بتتكلم معاه ده مهندس، وانا بعتبر نفسي اقل واحد في الناس اللي سكنوا في الايواء. طب اطلع بره، اطلع بره. انت بحاجة هتحس بحاجة ازاي وانت عايش في التكييف اهو؟ عمرك جربت مرة انك تنزل في الشارع؟ سايبين الناس عمرك مرة؟ شوف انت عايشة ازاي هناك؟ الناس مش عارفة تتحمل، مش عارفين يتحملوا، فانا حرام عليكم، وفاهمين ان انتوا بتهبوا على الناس؟ حرام عليكم. حيوان. دون ابو ريش. رتب المحافظة متضايق كده ليه؟ متضايق؟ ده انا هنفاجئ يا منى، محدش في المحافظة حاسس بحد. لفيت على المسؤولين واحد واحد ولا حياة لمن تنادي. طبعا قاعدين على مكاتبهم، ازاي هيحسوا بمشاكل الناس؟ معلش يا علي، نصبر لغاية عمارة مدينة نصر ما تخلص. ده لسه فاضل عليها على الأقل ست شهور. فهو نستحمل بقى بأي شكل. قوم يا علي، قوم غير هدومك.
بيه. عوني بيه. مساء الخير يا اختي. اهلا مدام. الو. عوني بيه راجل اعمال عظيم، عاش في سويسرا 18 سنة وجاي مصر يعمل مشاريع استثمار مهمة جدا. تشرف. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضل. وانا اول ما سمعت كده رحت ضرب ايدي في السدير مطلع الطبنجه. وبعدين يا معلم جمعه. اهلا 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 بيك. فريد هي نون سيلمون اون دام دو مونج مي اون فام دافير اكومبلي. J'étais agréablement surprise. Je n'imaginais pas la femme égyptienne si émancipée. Je la voyais plutôt menant une vie d'intérieur, voilée. Comme dans un harem. Je n'irai pas jusque-là. Madame Kalitfax, nous connaissons les sept-têtes de Montréal qui sont dans le harem de tous les hommes. Non, 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 harem, non. وعنها وأول ما شفت الطبنجة لقيت المية بتشر من رجلك. أفندم. مدام فريدة موجودة؟ كلها علي، مهندس علي. ولا يهمك. أخير. أنا الحقيقة حسيت إن أنا تعبان قوي ومتضايق وقلت لازم أشوفك. وأنا تحت أمرك. ها؟ عايز فلوس؟ لا لا لا. أمال مالك؟ تعبان. تعبان إزاي يعني؟ تعبان قوي. يا مدام فريدة أنا خلاص. خلاص ما بقتش قادر أستحمل أكتر من كده. مالك مالك يا عادي تعبان أجيبلك دكتور؟ مش مسألة. إيه يا فريدة؟ في إيه؟ ها اهدى بقى كده وقول لي ايه اللي مضايقك. انا تعبان من عيشه الحيوانات اللي احنا عايشينها هناك. مش ممكن تتخيلي يا مدام الحياه هناك عامله ازاي. لا في ميه ولا في نور ولا في هواء. مفيش انسان طبيعي يقدر يعيش العيشه دي ابدا. ما انا قلت لك يا علي شقتي تحت امرك. انت اللي ما وافقتش. واديني جاي مخصوص علشان كده. الا بقى اذا كانت اتأجرت. لا اطمن. بكره الصبح تقدر تنقل عفشك على طول على الشقه. خلاص؟ ارتحت؟ يلا تعالى بقى فرفش كده خد لك كافيه معانا. في شله جوه هتعجبك قوي. معقول يا مدام؟ طب ده انا مكسوف وانا واقف جنب حضرتك من ريحتي. ده انا بقى لي 10 ايام الميه ما لمستش جسمي خالص. ايه اللي جاب الراجل ده عندك؟ راجل مين؟ الراجل اللي تهمه ارواح الناس. قصدك فهمي بيه؟ لا ده كان صديق قديم للمرحوم جوزي. طيب صباح الخير. انا متشكر اوي. مع السلامة. كنت في شقة زي دي أبدا. الحمام يا منى. حمام وبني وفي مية. تعالي يا منى. تعالي انت رحتي فين؟
ايه يا منى؟ في ايه مالك؟ بفكر يا علي. فكرك ايه؟ معقولة يا علي الست دي هتدينا الشقة ببلاش كده؟ هو ايه اللي ببلاش؟ هو انا مش بشتغل معاها واعتبر دلوقتي دراعها اليمين؟ منى انا حاسس ان انت ما انتيش مبسوطة خالص. اذا كنت متضايقة احنا ممكن نلم الشنط تاني ونرجع. لا يا علي انا مش قصدي، انا بس مش قادرة انسى منظر اهل بيت الكوامل هما بيودعونا. انا يا منى خلاص وعدتهم اني هخلص شقق مدينه نصر بسرعه وهنقلهم فيها. وبعدين يا منى ما تشيلنيش الهم اكتر من كده، هو انا يعني مبسوط؟ مبسوطة من الشقة؟ كنت عاوز اعرف هتاخدي ايجار قد ايه في الشقة دي؟ آه على فكرة يا علي انا وصلتني شحنة كبيرة من الاسمنت، عايزاك تحطها في المخزن وتشرف عليها بنفسك. يا مدام حضرتك ما ردتيش عليا، انا كنت بسأل هتاخدي مننا ايجار قد ايه في الشقة دي؟ مفيش فرق بيننا. معلش كتر خير، بس برضو لازم نعرف عشان نعمل حسابنا. هو انتوا هتقعدوا هنا على طول؟ دي حاجة كده مؤقتا لحد شقة مدينة نصر ما تخلص. ويا ستي انا عزماكم عن اذنكم. طب يا فريدة هانم ما احنا برضو ممكن نعزمك على كوباية شاي. متشكرة قوي، انا جيت اطمن عليكم. وما تنساش حكاية شحنة الاسمنت. اه طبعا يا فندم. طب انت وراك حاجه الليله دي؟ لا ابدا ولا حاجه. طب انا عازمه ناس على العشاء، ما تيجي معانا. معلش اسمحي لي. لا ده عشاء عمل، يعني هنتكلم في شغل. ايوه بس بعد اذن حضرتك، اصل منى لسه مش واخده على الشقه وعايزين ننضف شويه حاجات، ده برضه بعد اذنك. اوكي. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه، شرفت يا فندم. متشكرين قوي على الشقه. ما جبتش معاك عوني بيه ليه؟ عوني في الأقصر يفرج مراته على مصر. برافو علي، اهي دي الرجالة اللي بتفهم. ده انا اللي نفسي اتفرج على الأقصر. يا سلام، حددي الميعاد وانا تحت امرك. ميرسي. الا قولي هو عوني بيه ده بيشتغل في ايه بالظبط؟ واخد توكيل شركة سويدي بطندات ومطاعم، شركة كبيرة قوي. هايل. وعاوز يفتح فروع هنا في مصر. بقول لك ايه؟ ما تلايمني على الراجل ده. ألايمك عليه؟ ازاي يعني؟ اشتغل معاه. أنا عندي الأرض والفلوس وعندي. وإيه كمان؟ فهمي بيه. بس ده شغل على مستوى تاني خالص يا فريدة، دي شركة عالمية. البركة فيك، أنا هيبقى معايا فهمي بيه وأغلب. أمال فين جمعة؟ جمعة حيبات الليلة دي في العزبه. اها. ها انت يا تهمي بيه؟ في جمعة؟ لا في عام. اه. ها قلت ايه؟ انا موافق بس على شرط، مش عايز اظهر في الصورة خالص، مش عايز حد يشوفني ولا يسمع عني. اطمن، ده انا هخبيك في عينيا. ياه ده كلام كبير قوي. كنت حد نسيني. ايه ده؟ لا 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 معقوله؟
لا ده كتير قوي، كفاية خدماتك اللي بتقدمها لي. أنا تحت أمرك. فهمي بيه، أنت نسي إن أنا ست متجوزة؟ نسيت. اهلا يا ست هاني. روح عند الباشمهندس علي وخليه يجيب معاه التصميمات. حاضر يا ست هاني. ها ايه رايك يعاوني بيه؟ هي العماره كم دور يا مدام؟ احنا واخدين تصريح بعشر ادوار بس ممكن يتغير لو تحب. صباح الخير يا فايده. صباح النور باشمهندس علي مدير اعمال، عاوني بيه من كبار رجال الاستثمار وجاي يتفرج على العماره. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. ممكن يا باشمهندس نشوف التصميمات لو سمحت؟ ده رسم كروكي، ما اعرفش ينفعك ولا لا، زي ما تحب يعني. ايه الحكايه بالظبط؟ اسكت يا علي، اما لو الموضوع اللي في دماغي تم هتبقى صفقه العمر. ده واخد توكيل اكبر شركه سويسري. يعني ايه؟ عايز ياخد 3 4 ادوار من العماره؟ لا العماره كلها. كلها؟ ده جاي يتفرج عليها عشان يشوف اذا كان ممكن يعملها اوتيل ولا لا. بس انت عارفه. طب بس انت ادعي لي انها تتم. تعرف هاخدك سويسرا نمني العقد هناك وهلففك اوروبا كلها. ها ايه الاخبار يا عوني بيه؟ لسه نفسي علي؟ رايح فين؟ مش عارف. افتح الباب. طيب افتح الباب يا علي. شغل ايه ده اللي يخليك تتزوقي 3 ساعات؟ امال عايزني اروح اقابل الناس ازاي؟ بالملايه اللف؟ طب اجي معاكي. لا. طب هلبس البدله. قلت لا عشان تقعد تحلف لي بالطلاق 3 وتفضحني قدام الناس. طب عليها الطلاق بالثلاثه؟ ما انا متكلم، انا هقعد زي الباجر. يا جمعه يا جمعه احنا داخلين على مرحله مهمه، افهمني. افهمك انا اللي نفسي افهم ايه اللي بيدور في دماغك بالظبط؟ اللي في دماغي اننا نتحرك لقدام. البلد مليانه مشاريع، فلوس بالهبل. اللي هيفتح عينه ويفكر كويس هيعيش، واللي هيغفل لحظة هيتبات تحت رجلين. فهمت؟ عن اذنك. والله ما انا فاهم حاجة. هو مكان المزرعة مناسب والمساحة معقولة،
بس للأسف هنضطر نهد أجزاء كتير. ولا يهمك يا عوني بيه، انت قدم التعديل المطلوب والباشمهندس ينفذ. عظيم، انا بكلف مكتب تصميمات في سويسرا وفي خلال شهر بإذن الله يكون عندك التصميم. بعد إذنكم لو سمحتولي، يعني انا ممكن اعمل تصميم للمشروع ده، واذا ما عجبكوش ابقوا الجاؤوا للمكاتب الاجنبية. يا ريت، انا ما عنديش مانع يعني، واظن عوني بيه كمان ما عندوش مانع، وده حيوفر لنا كتير. جوهد، انا عندي حتة ارض في اسكندرية وفي موقع ممتاز نقدر نعمل فيه مشروع تاني. فريدة هانم، نخلص الاول من القاهرة وبعدين نفكر في اسكندرية. فريدة هانم قصدها ان احنا نقدم المشروع ويندرس وياخد وقته، وانا عندي فكرة لحتة الارض دي ممكن يتعمل فيها مدينة فرعونية بكل مرافقها. هايل، دي فكرة كويسة، فانتاستيك. ممكن تعمل لي تصميمات القرية دي؟ ده مشروع هيتوافق عليه فورا، وانا حبدأ ارسم التصميمات فورا. في صحة المشروع الجديد وفي صحة فكرة المدينة الفرعونية. انا بموت في الاغنيه دي. نورس يعني، عن اذنك يا عوني بيه. اتفضلي. علي، تفتكر جمعه هيزعل على المزرعه؟ يزعل ليه بس؟ اولا المشروع ده هيكسبك قد المزرعه 20 مره، وبعدين ده ما فيهوش مشاكل، لا يقولوا العجل مات ولا العجل اتسرق ولا العجل عنده مرض معدي. الله، انت بتفهم في كل حاجه. ما انا هروح جنبك فين بس؟ طب ده انا نفسي اعرف اتعلمتي الشطاره دي كلها فين وامتى؟ اللي عايز يتعلم حاجه بيتعلمها، مش كده ولا ايه يا باشمهندس؟ تعرف يا علي، أنا طول عمري كان نفسي أدخل العالم ده، أبقى واحدة منهم. بس أنا ناقصني حاجة واحدة بس. إيه إيه؟ اللغات. عليا، عايزك تعلمني إنجليزي، ممكن عليا؟ بس كده؟ من عيني. انت جيت يا علي؟ معلش يا منى، انا اتأخرت عليك شوية. شوية؟ انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ ايه كام يعني؟ ايه يا ساتر؟ ايه ده؟ حياتك وحشة يا علي؟ انت شارب؟ يعني علشان الجو يعني. جو؟ جو ايه ده؟ جو البيزنس يا منى. اسكتي، ده انا النهارده اتفقت مع شركة سويدي على مشروع هايل هنكسب منه ملايين يا منى. مش طايقة الريحة دي؟ هرجع اللي في بطني كله. قولي بس انت رايحة فين يا منى؟ تعالي بس كملي نومك. نوم ايه يا اخي؟ النهار طلع. انا رايحة احضر فطار الولد. اصحى يا استاذ. المنطقة رائعة فعلا، والمكان ممتاز. شمس شمس، الحمد لله انها عجبتك. فريدة هانم، حضرتك قلت لي ان المكان جميل، بس حقيقي بقى ما كنتش اتخيل انه بالروعة. انا كنت متأكدة ان المكان هيعجبك يا عوني بيه. انا هسافر فورا اكتب تقرير للشركة، وبعد ما ارجع باذن الله نبتدي نعمل الاجراءات القانونية. Thank you.
ايه اللي صاحبك لغايه دلوقتي؟ مش جاي نوم. مالك بس يا هنا؟ ما انتش عارف مالي؟ ايه يعني عشان واسهر كتير يعني؟ انت عارفة يا حبيبتي ان ده طبيعة شغلي. طبيعة شغلك انك تسكر وترجع لي وش الفجر يا علي. ممتاز. شمس شمس الحمد لله انها عجبتك فريدة. هذا حضرتك قلتي لي ان المكان جميل بس حقيقي بقى ما كنتش اتخيل انه بالروعه. انا كنت متاكده ان المكان هيعجبك يا عمري. انا هسافر فورا اكتب تقرير للشركه وارجع باذن الله نبتدي نعمل الاجراءات القانونيه. مش جاي نوم. مالك بس يا هنا؟ ما انتش عارف مالي؟ ايه يعني عشان واسهر كتير يعني؟ انت عارفه حبيبتي ان ده طبيعه شغلي. طبيعه شغلك انك تسكر وترجع لي وش الفجر يا علي. يا علي انا خايفه عليك، مش مطمنه للشغلانه دي. يا غبيطه، ده انا انقذت عماره مدينه نصر. دي فريده كانت عايزه تقلبها لوكاندا. فريده حاف كده؟ انتوا خلاص ما بقاش فيكم فرق. فريده هاني استريحت يا ستي، كانت عايزه تقلب العماره لوكاندا. طب والناس اللي معشمهم بالسكن في العماره؟ لا ما انا كمان ما اديتلهاش فرصه، خدت الراجل المستثمر ووريته المزرعه بتاعت جوزها، اقتنع بيها جدا وخلاص هنعملها قريه سياحيه. هي بتوافقك على كل حاجه كده؟ طبعا، مش انا المتصرف الوحيد في كل شؤونها؟ تفتكر يا علي الست دي هتوفي بوعدها صحيح وتسكن الناس في مدينه نصر؟ طبعا. طب هنشوف. على الاقل عشان خاطري. تضحكي على ايه؟ بضحك على حكايه عشان خاطري دي. الست دي بقينها بتعمل لك خاطر قوي يا علي، مش كده ولا ايه؟ مش شايف لها شغلها كويس؟ طيب سيبني بقى اكمل الكتاب وتفضل انت نام. تصبح على خير انت وفريدة هانم. مزرعة ايه اللي عايزة تهديها يا فريدة؟ مزرعة العجول يا دوما. هو احنا عندنا كام مزرعة؟ طب وشغلي وارتباطاتي مع الناس والجزارين؟ انا لسه عامل اتفاقية ب 300 راس. اتصرف. اتصرف يعني ايه؟ يا جمعة فهمني، احنا لازم نسير الزمن. مزرعة ايه؟ طب انا هعمل لك مطرحها مشروع، قرية سياحية هتمولها شركة سويسري من اكبر شركات العالم. المزرعة ايه؟ ايوه 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 كلي بعقل حلاوة. أنا عارف مين اللي قالب دماغك القلبة دي، مفيش غير الواد المهندس ده. اسمعي بقى يا بنت الناس، أنا صبرت كتير، من هنا ورايح مفيش مشاريع، والواد ده يحل عن دماغنا بقى. بس أنا خلاص اتفقت مع الناس يا جمعة. مفيش حاجة اسمها اتفقت مع الناس، هو نطيشة في البيت ده؟ ولا مش مالي عينك؟ ما تكبرش الحكاية يا جمعة. هي كلمة مفيش غيرها، المزرعة بتاعتي ومحدش هيهوب ناحيتها. بتاعتك. ما تنساش نفسك يا جمعة. ما تنسيش نفسك انت، ان كنت نسيت افكرك بتاريخك من يوم ما مات الحاج حسني وكوشتي على كل حاجه لحد بيت الكوامل. ما انت كنت شريكي في كل حاجه. انا عمري ما كنت شريكك في اي حاجه، انت كنت بتخططي وانا بنفذ وانا ساكت، كنت بحبك، كنت عايز اعمل اي حاجه علشان ارضيكي. يوم ما قلت لي انا هتجوزك يا جمعه بقيت هطير من الفرح، ما صدقتش نفسي، الدنيا مش سريعان، مشيت وراكي زي البهيمه المعصوبه. لكن لحد المزرعه لا يا فريده، ان حد جه ناحيتها يبقى نهار ابوه اسود زي قرن الخروب. فاهمه؟
يا معلم جمعة. خسرت ايه يا ابني انت عايز تهته؟ اولا انا لا بهد ولا ببني لان انا مش صاحب ملك. ثانيا لما تتكلم معايا لازم تتكلم باسلوب احسن من كده. انت بتهددني يا كلب. كده على ما أسمع. اه يا كلاب يا كلاب انا حوديك في داهيه. لا ولسه اسمعها فريده، انا لساني طويل، اي حركه نداله افضح المستور كله. ان ما وريتك يا جمعه. سلامتك، ألف سلامة. إيه ده؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا اللي نقلتك هنا، وجبت الدكتور إداك حقنة عشان تنزل الحرارة. يا الساعة كام؟ استنى، رايح فين؟ طب أنا لازم أروح. ده زمانهم قلبوا الدنيا عليا. ومش ممكن أسيبك في الحالة دي، تروح إزاي؟ لازم أروح. خلاص، براحتك. استنى ما أوصلك. على إيه بس؟ أنا هنزل وأكيد هلاقي تاكسي وأروح بيه. أنت بتقول إيه؟ ده انا السبب في كل اللي جرالك ده. هات ايدك، هات، استند عليا بالراحة على مهلك. عادل عادل انت حبيبي، مالك يا ضرايا مالك؟ اطمني يا مام، بخير ان شاء الله، مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ امال ايه اللي اتعدى في كده يا علي؟ يا امي كنت طالع على السقالة وقعت مناعيني. ايوه فين؟ مرة وقعت من على السقالة. اصلا ده مين اللي تعب يا ضرايا؟ يا مام توصلت بسيطة، مفيش حاجة، انا خلاص جبت له الدكتور. روحي بس حضرتك هاتي لنا كوباية مية عشان اديله الدواء. يا ضرايا يا ابني، يا ضرايا يا ابني. بالراحة على مهلك، على مهلك. استنى استنى استنى. بالراحة بالراحة. أنا متشكر أوي يا فردان. على إيه يا علي؟ ده انا اللي اسفه قوي على اللي حصل. الميه البرشام في ايه؟ يا طامر ايه دي؟ خير ان شاء الله، من حالك. يا رب. خلي يا رب. سلامتك يا رب. انا ان شاء الله هبقى كويس وهنزل الشغل بكره. لا لا، شغل ايه؟ لا طبعا مش هتنقل من السرير لحد ما يخف. مش كده يا بنتي. انا هسيبك دلوقتي يعني، وان شاء الله هبقى اطمن عليك بالتليفون. متشكر قوي من فريق. على اسمك. مع السلامة يا بنتي. اتفضل يا دكتور. والله يا ابني انا اتلخمت، ما عارفه بعمل ايه. مع السلامة يا بنتي. كنت عارفه اعمل ايه. انا سمعت الناس بتقول ان علي وفريده اتفقوا مع السباك على هد البيت. انت برضه صدقت الكلام ده يا عم جابر؟ في الاول ما صدقتش، لكن لما رجعت نفسي قلت اولا دلوقتي ده بيشتغل معاه، ثانيا فين الطعن اللي قال انه هيقدمه للجنه عشان يوقف هد البيت؟ في حاجات تخلي اللي ما يتلخبطش يتلخبط. لا يا عم جابر، انا مراته وعارفاه كويس، علي عمره ما يعمل كده. يا بنتي ده بياخد 500 جنيه في الشهر. يا بنتي ده احنا في زمن الفلوس بتخلي الواحد يغير ضميره، بتخلي الناس تتجنن. كده ليه يا منى؟ ايه هو علي رجع؟ رجع. اسكت اسكت يا عم، حصل علي. ايه اللي حصل؟ مش وقع من على السقاله عينه منكسر. علي؟ ايوه، والست هي اللي جابته لحد هنا. ست مين دي؟ ست فريده، ربنا يخليها ويطول عمرها. جابته مسنداه وهو كان قادر يتحرك. فريده؟ وفريده تجيبه ليه لغايه هنا؟
هو مفيش رجاله في الشغل؟ يو مش كتر خيرها يا بنتي، مش هي صاحبه الشغل ده يا حبه عين امه سخنه وعمال يهلوس يهلوس فندم. انا جمعة الكبش، في حاجة؟ عندك رخصة؟ رخصة؟ رخصة ايه؟ رخصة للمكان ده؟ دي عزبتي ومربي فيها عجول. عجول بس؟ فتشوا المكان، اي حاجة تلاقوها حفظوا عليها. عارف بسرعة. حفظوا على ايه؟ انا مش فاهم حاجة. دلوقتي تفهم. فهمني يا فندم. احنا جاتنا اخبارية انك بتتاجر في المخدرات. انا؟ مخدرات؟ البركة في البشمهندس علي، هو اللي بيشرف عليها. طب خلاص، مادام البشمهندس بيشرف عليها نبقى نطمن. طب اسيبكم انا بقى عشان الحق البنك. ما انت قاعدة شوية. لا لا لا، انت تقعد مطرحك ما تتحركش، خليك مستريح. سعيد يا ماما، مع السلامة. ايه ده يا منى؟ حاجات الهان شريهالك. شريهالك انا؟ ايوه. شوفي بقى، يبقى ما حدش يمد ايده عليها غيري عشان تبقي عارفه. علي، انا عايز اعرف ايه اللي بينك وبين الست دي بالظبط. اخص عليك يا منى، معقوله تشكي في حبي ليكي؟ طب وحياه وائل، ما في بيني وبينها اي حاجه غير الشغل وبس. انا سمعت انها هي اللي هدت بيت الكوامل. يا شيخ حرام عليكي، مش كل حاجه تمت على ايدينا. انا خايفه قوي يا علي. يعني انت يا اسطى لبيب خلصت الشغل اللي في المنور ولا طلعوا على الشقق فوق؟ في ناس يا بيه دلوقتي شغالين في المنور وفي ناس شغالين فوق. كويس قوي. صباح الخير. صباح النور. لا يا فريده هان، دي صغيرة عليك جدا. ايه يعني مش عاجبك؟ مش عجبان انا؟ انا لو لقيت عربية بحصان توصلني لغاية هنا يبقى خير وبركة. طب اتفضل. ايه ده؟ افتح العربية جرب، بس على الله بقى ايه عاجبك لونها؟ مش فاهم. دي هدية بسيطة كده، حبيت اعبر لك بيها عن اعجابي بشغلك. هدية؟ لا طبعا، بس لو حضرتك عايزه تعتبريها يعني للشغل مؤقتا لغايه ما اسلمك العمارات يبقى اوكي. خلاص انا اشتريتها باسمي. ايوه فريده هان، انا عملت الشغل اسهل عليك. يا سيدي بقى قصه ثمنها. لا اذا كان كده بقى معلش، دي منى هتفرح جدا بالعربيه. ولا الواد وائل ما عندكيش فكره، اكيد هيقعد يتنطط عليها طول النهار. طيب هتوصلني بقى ولا اخد تاكسي؟ تاخد تاكسي؟ وده معقول برضو؟ هوصلك طبعا، انا دلوقتي راجل عندي عربيه.
وهتعزمني على العشاء؟ وأعزمك على العشاء كمان. كلام بقى يا اسطوات، أنا جاي لكم بكرة الصبح بدري إن شاء الله. مع السلامة يا فندم. ايه الكلام ده يا منى؟ معقول تصدقي حاجه زي كده على جوزك؟ نفسي ما صدقش يا مينا، نفسي، بس كل حاجه بتاكد ان علي اتغير خالص من يوم ما اشتغل مع الست دي. كل ليله سهر لوش الفجر غصب عنه يا بنت. بس الحكايه مش حكايه مواعيد يا منى، لو تقولي لي بس ايه اللي شاغلك. مش عارفه اقول لك ايه بس يا مينا، يا رب يطلع كلام الناس كله غلط. قطع لساني اللي يقول على ابني كلمة وحشة. أسيب مراتي وابني و... مين قال لك انك هتسيبه؟ فهمني يا علي، احنا الاثنين بنكمل بعض، انا عندي الفلوس والمستقبل والمشاريع وانت عندك الشباب والطموح. طب وجمعه هتعملي فيه ايه؟ جمعه؟ فانت عايز تحسب جمعه ده عليا زوج؟ ده وجوده زي عدم علي. امال اتجوزتيه ليه؟ ظروف. بعد موت جوزي كنت عايشة وحيدة، وقف جنبي وجاب لي كل حقوقي، اضطريت اتجوزه. نهايته علي، علي انا طول عمري كان عيني عليك يا علي، زمان من ايام ما كنت في الجامعة عمري كنت بتمنى اكون لك انت لوحدك. علي انا نفسي ابقى امي علي، نفسي ابقى امي علي. يا
ايه يا منى بتعملي ايه؟ ابعد عني ومن هنا ورايح مالكش دعوه بيا خالص. طب مش هفهم ايه السبب؟ السبب انت عارفه كويس وراضي بيه وواضح انك سعيد كمان، لكن انا بقى مستحيل اقبل على نفسي او على ابني مليم حرام. حرام ايه وحلال ايه بس؟ انا مش فاهم انت جايب الكلام ده منين؟ انت ايه يا ابني حكايتك مع الست اللي اسمها فريدة؟ انت كمان يا امي؟ انت يا ابني صحيح اتفقت معاها تهد البيت وتشرب الناس في الشوارع؟ معقول يا امي هتفق معاها؟ كل الناس بيقولوا كده. معقول يا ناس؟ انا اتفق معاها ضدكم؟ انت يا ابني مش كنت مقدم طعن؟ ايوه. طب راح فين الطعن ده؟ سكتي ليه؟ سكتي ليه يا علي؟ يا امي معقولة انت تصدقي ان ابنك يخون اهله وناسه ويتفق مع واحدة ست؟ معقول يا ناس اللي انتوا بتقولوه ده؟ منى من فضلك عايز اسألك سؤال واحد بس، انت شخصيا ممكن تصدقي ان ده يحصل مني؟ كان نفسي اصدقك واكذب الناس يا علي. الحمد لله يا رب. ومهما عطاني وقفت البدع وكده. طب يا منى هفهمك حاجه، هتروحي فين بس دلوقتي بعد نص الليل؟ هروح انام مع اهلي اللي شردتهم. طيب يا حبيبتي الصباح رباح. ابعد عني قلت لك. يا منى طب انا هوصلك بعربيتك الجديده اللي شاريها لك الهانم. يا منى عارف لو نزلت ورايا هفوت والم عليك الناس. طب يا منى عشان خاطر الولد، الولد هياخد برد لو كان. طب ابعد يا علي قلت لك. حرمي نفسي من الغرغره وسعي. ابعد عني. طب خلاص. ايه اللي حصل يا امي؟ عشان خاطري فهميني ايه اللي حصل؟ انت جم على الكبش؟ ايوه انا جم على الكبش. اتفضل معايا. مدام دفعتك الكفاله. مع السلامه. ايه يا جمعه؟ انت لازم تشكر الست. لولا تدخلها كانت القضية لبستك. انت عايز ترجع السجن ولا ايه؟ هو في حد عايز يدخل السجن؟ يبقى اسمع الكلام وما تضيعش وقتي. انا سايب الشغل وجاي علشانكم. لازم تطلع الهان. لا الا دي، انا مستعد اعمل اي حاجة الا فريدة. دي حياتي، عايزين تاخدوا مني حياتي؟ حرام عليكم. اعيش ازاي؟ وبعدين معاك يا جمعة. هي مش عايزاك يا اخي، ما تفهم بقى. وبعدين هتدي لك محل في عماره من عماراتها وفوقيهم 10,000 جنيه، عايز ايه زياده عن كده؟ ولا كنوز الدنيا تعوضني فريده، دي عشره عمر من ايام المرحوم جوزها الاولاني. فريده انا جمعه، فريده انا اللي وقفت جنبك وحافظت على حقوقك. مالوش لزوم الكلام ده دلوقتي يا جمعه، خلاص احنا ما بقيناش ننفع بعض. ما تقوليش الكلام ده، انا مستعد اصلح عروستي، انا مستعد ابوس رجلك. اوعى كده، ابعد عني يا فهمي بيه، ارجوك ابعدوا عني. يا بقى يا امال يا جمعه، الله خلينا نخلص من الحكايه دي بهدوء، احنا جبنا المأذون. لا انا قلت لا يعني لا، واعلم بخيلكم اركبوه. انا مش هدفع، انا ههد الدنيا واطلعها على دماغكم. رايح فين؟ ابعد عني احسن لك. انت لو ما كنتش راجل كبير انا كنت اعرف اخطري منك ازاي؟ ما هو علشان انا راجل كبير لازم تسمع كلامي، ما تطلعش فوق، الست مش لوحدها. ابعد عني بقول لك. اسمع كلامي، روح لاهلك احسن لك. اهلي؟ اهلي اللي هديتوا عليهم العماره وشردتوهم يا مجرمين. انت عرفت؟ انا ما اتكلمتش، انا ما قلتش حاجه. يعني انت كنت عارف؟ على العموم انا حسابي مش معاك انت، انا حسابي مع الكلبة اللي فوق. تعالى بس، انت راسك ناشفه كده ليه؟ ما تطلعش فوق، بقولك انت مش قد الراجل اللي عندها. راجل مين؟ فهمي بيه. اها، الراجل اللي خايف على ارواح الناس. انت مش قدهم يا ابني، انت شاب صغير مستقبلك قدامك، انما انا خلاص كبرت راحت عليا، ما عدتش هنا تاني هتشوفني. هم عملوا فيك ايه؟ ربنا ما يوريك اللي عملوه فيا يا ابني.
السلام عليكم. بقول السلام عليكم. طبعا ليكوا حق ما تخدوش عليا. ما كانش العاشم تعمل فعلك كده يا حلاوه. معاك حق يا شباب. كلكم معاكم حق انكم ما تردوش عليا. عايزنا نرد عليك نقول لك ايه؟ نقول لك انك بعتنا؟ نقول لك منك لله؟ بس يا حسني. سيبها يا استاذ جابر. سيبها تقول اللي هي عايزاه. معاها حق. معاها حق في كل كلمة هي بتقولها. بس اللي أنا عايز أفهمه لكم إن أنا كمان اتخدعت زيكم بالظبط. أوعوا تصدقوه. أوعوا تصدقوه. أنت كذاب. كذاب. أمال كانت مدياك شقة ببلاش ليه؟ وعربية جديدة ليه؟ بلاش. طلع وريهم سلسلة مفاتيح الدهب. منى. مش مكتوب من نفسك يا باشمهندس. منى. مش مكتوب؟ أنت اللي جابك هنا. مش خايف على عربيتك الجديدة؟ منى. تعالي يا شيخ. خايف يا باشمهندس. اسمعيني يا منى. خايف. صدقيني. صدقوني كلكم يا جماعه ما عرفتش غير النهارده بس اللي هي اللي هدت البيت. اتضحك عليا زيكم بالظبط. انا لما عرفت كنت عايز اقتلها. لا يا ابني اوعى تعمل كده. دي ما تستاهلش تروح في داهيه عشانها. ما هو ربنا ستر وجمعه هو اللي منعني. جمعه؟ جمعه ما هو شريكها هو كمان. ما خلاص رميته رميه الكلاب. يا جماعه انا كل اللي عايز اقوله لكم ان انتوا لازم تصدقوني. انا مش ممكن اسيبكم. مش ممكن ابدا اتخلى عنكم. اما هي بقى فربنا يقدرني عليها. انت دلوقتي بقيتي حرة. جمعة وخلصنا منه. في احلى من الحرية؟ مش عارف. اللي عملته ده صح. ويا ترى الانسان اللي عملت عشانه كل ده هيقدر؟ شوف يا فريدة، أول ما شهور العدة تخلص هنتجوز على طول. عندك مانع؟ لا أبدا أبدا يا فهمي، بس الحكاية محتاجة شوية تفكير. ده أنا يا دوب لسه متطلقة النهاردة بس. ومانع؟ خدي راحتك فكري على كده. على فكرة عوني كلمني، الشركة قبلت المشروع بتاعه وحيوصل بعد كام يوم. أستأذن أنا بقى. ما لسه بدري. لا معلش كفاية قوي كده. يا فندم فهمي بيه؟ لا يا فندم الست مش موجوده. راحت فين؟ راحت البنك يا فندم. حاضر حاضر هقول لك. مع السلامه. ما لو الباشمهندس علي جه خليه يستناني ما يمشيش لما اجي. فاهمه؟ حاضر. Thank you.
صباح الخير يا ست هاني. الباشمهندس فوق؟ لا، مشي من الصبح، عدى علينا وشاف طلبات العمال ومشي. ما قالش راجع تاني؟ لا، قال مش راجع. صباح النور. امال علي فين؟ علي؟ علي راح الشغل يا بنت. شغل؟ ده انا لسه جاي من مدينه نصر، قالوا لي ما جاش. هو قال هيتاخر عشان رايح الاسماعيليه. يبقى راح المزرعه. جايز يا بنتي. وهي منى فين؟ منى؟ اسكتي يا بنتي، مش ده بخناقه كبيره مع بعض، ولمت هدومها وراحت غضبت عند اهلها وتحايل على علي وراح يصالحها من الراضي. طبعا اذنك يا طنط. اتفضلي يا بنت، مع السلامه. ايوه يا فندم. الباشمهندس هنا يا مصطفى. موجود يا فندم. مالك يا علي؟ ما بتاكلش ليه؟ لا انت مش مبسوط النهارده، مع اني جايبه لك خبر هيفرحك قوي. خلاص يا علي، انا خلصت من جمعه. ده كان كابوس واتزحمن على قلبي. مع ان مخبيش عليك، يعني هو الموقف كان صعب عليا قوي، لكن كل حاجه تكون عشانك يا علي. الدرجه دي بتحبيني يا فريده؟ اخس عليك يا علي، انت لسه بتشك في حبي؟ ربنا هو اللي يعلم قد ايه انا بحبك. انا صحيح اتجوزت مرتين لكن من غير حب. طب ده انا كنت هتجنن لما دورت عليك وما لقيتكش. تصدق اني رحت لك البيت نسيت نفسي؟ انت لسه مش مصدقني؟ لا اعوذ بالله، طبعا مصدقك. متهيألي بقى نقوم نمشي. نمشي نروح فين؟ ده انا مصدقت لقيتك يا علي. احنا نخلص اكل على طول ونروح على الاستراحه. طيب بتفضلي انت سباقيني وانا هحصلك، ما انا معايا العربيه اللي انت شاريها لي. اخص عليك يا علي، اوعى اسمعك تقول كده تاني، ده انا كل بنتك يا علي. انا عندي كلام كتير قوي عايز اقوله لك. تعالى. تعيش العمر كله في حضنك يا علي. مش هتزهقي مني يا فريدة؟ أنا؟ وده معقول أزهق منك أنت يا علي؟ مش يمكن ترميني زي ما رميتي جمعة؟ أخص عليك يا علي، أوعى تقول كده تاني. سعيد ده ضيق الدنيا كلها عشانك يا علي. نفسي نعيش انا وانت في بيت تصمم هولي
اعمل في جنينه جميله واقعد استناك لما ترجع من الشغل ونقعد نتغدى في الجنينه سوا. طيب ومراتي وابني هديهم كل اللي هم عايزينه، هضمن لهم مستقبلهم، مش هخليهم محتاجين حاجه ابدا. هاني انا فلوسي هي فلوسك يعني، كل ما املك ملكك، بس عايزك تبقى لي لوحدي، لوحدي انا بس يا هاني، محدش يشاركني فيك ابدا. هاني انت ساكت لي يا هاني؟ ابدا سرحت بس في شويه شيكات لازم اصرفهم في حصه اسمنت وحديد. معقوله فريده كل ما عاوز اخلص حاجه لازم تيجي معايا وتروحي الجمارك وتخلصي اوراق؟ بقول لك يا حبيبتي، ايه رايك لو تعملي لي توكيل واخلص انا الحاجات دي كلها وارجع لك تاني؟ ده يوم المنى يوم ما تتصرف في حياتي زي ما انت عايز يا علي. صباح الفل يا حلاوة. صباح القشطة يا هندسة. صباح الفل يا شباب. ايه احنا كمان مش هنسكن ولا ايه؟ والله مخسرة فيك يا شباب، هاخد بياناتك دلوقتي. معاك البطاقة؟ بطاقة بطاقة وباسبورت كمان، دقيقة واحدة اجيبها لك. ماشي. بقول لك ايه يا استاذ، اؤمر اول ما اخلص كتابة العقود دي تاخدها وتروح تسجلها في الشهر العقاري. عينيا اوعى تكسل. معقول؟ دي فرصتنا. ربنا يخليك لنا يا باشمهندس، ربنا يخليك لأهل بيت الكوامل كلهم. ربنا يكرمك يا باشمهندس. بسرعة ايه يا هندسة؟ بسرعة كده يا شباب. عليك الدنيا ما جاش في بالي انك هنا الا النهارده، قلت اكيد في العيد. انا سعيده قوي، الدنيا مسيعاني من الفرح، انا بحب يا فهمي، بحب حقيقي. يا سلام، باين انك سعيده ما شاء الله، وشك مورد. مفيش في الدنيا اجمل من الحب يا فهمي. فعلا. ويا ترى بتحبي مين؟ بحب أعظم إنسان في الدنيا وهتجوز فيه. هتتجوزي؟ فهمي أرجوك ما تزعلش مني يا فهمي، تعال تعال ما أقولك. مقدرش انسى جمايلك علي، لكن امال مين اللي بتحبيه؟ الحب ده كله هتتجوزي. علي هو ده اعظم انسان في العالم. لا بيحبني وهيعوضني عن كل حرمان السنين. بس ده مش من مقامك. ربنا يوفقك. ما تستنى، علي زمانه جاي، عايز اعرفك عليه. يمكن ما عجبوش. Thank you.
ازيك انت يا حبيبتي؟ اهلا وائل حبيب قلبي، وحشتيني. تعالى يا روحي، تعالى يا روحي مع امك يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا. علي علي يا حبيبي، انا اسفه قوي علي، انا ظلمتك معلش. انا لما رجعت من الشغل ولقيت اهل الحته عاملين فرح وزيطه بيهتفوا بحياتك، ما بقتش مصدقه نفسي وهما بيحكوا لي انك مضت لهم عقود وهيتنقلوا من القبور اللي عايشين فيها دي. كان نفسي كل الناس تكدبني، بس انت تصدقيني يا منى. اعذرني يا علي، ده من كتر حبي ليك كنتش مصدقه انك ممكن تخون اهلك. بقالك يومين ما جيتيش، الباشمهندس سايب لي جواب، قلت لحسن يكون أبو هم. بس خلاص، امشي روح شوف هاني ده عزي. ايوه النهارده الصبح خد عفش ومشي وساب لحضرتك المفتاح. وما سابلكش ورقه عن تراخر؟ ما سابش الا المفتاح ده، وكان معاه الست مراته والست. طب بس 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 خلاص ما سابلكش. مش قادرة أصدق نفسي، أنا زي ما أقول في حلم، كابوس مش قادرة أصحى منه. ده معقول؟ علي، علي يطلع منه كل ده؟ يعني كنت مستنية إيه من واحد واطي زي ولسه يا ما هتشوفي أكتر وأكتر. الحكاية من أولها غلط في غلط. خد التوكيل اللي عملته له وفرق شقق مدينة مصر على الناس. معقول؟ معقول في إنسان في الدنيا بالشكل ده؟ طبعا معقول، حد قال لك تديله توكيل؟ بيته وثقت فيه. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ انا مكتوب عليا اعيش طول عمري من الحب. كل حاجه زي ما عودتك، انا دايما جنبك مش هسيبك. طيب انا لازم انزل دلوقتي، بس عايزك تريحي، لسه قدامنا ايام صعبه. Thank you.
عليك لحد دلوقتي. امشي خوري. مين؟ أنا علي. علي شغلتني عليك. وحشتني حبيبي، وحشتني يا حبيبي. تعالي علي، تعالي علي، تعالي يا حبيبي. يا فريدة ما تقولش ولا كلمة. أنا كان قلبي حاسس إنك هتيجي. أنا مش ممكن قلبي يكتب عليا أبدا يا فريدة. أنا عايزة أخلص. تعال تتكلم، مش ولا كلمة. أنا هقوم أعمل لك سويسكي، وبعدين عندي كلام كتير قوي عايزة أقوله لك. لا يا فريدة، أنت لازم من الأول تسمعيني. فريدة مش جاي هنا عشان أشرب كاس ولا أقعد أتسلى. لا، أنا جاي أقول لك إن في نوعية من البشر مش ممكن تتباع، محدش في الدنيا يقدر يشتريها. ممكن تكون النوعية دي ما خطبتكيش أبدا في حياتك، لكن أنا من النوعية دي يا فريدة. أنت ضحكت عليا، حاولت تفهميني إن أنت محتاجاني أقف جنبك كمهندس، واتضح إن أنت كنت بتحاولي تباعديني عشان تهدي بيت الكوامل، بيت الكوامل اللي اتربيت فيه أنا وأهلي كلهم. وما اكتفيتيش بكده وبس، عشان تكملي كل مؤامراتك حاولت تفهميني إنك بتحبيني. دي مش مؤامرة يا علي، أنا فعلا بحبك. لا يا فريدة، انت بتحبي نفسك والفلوس وبس، وكل اللي انت عايزه تضمنيه ان انا افضل تحت ايدك. انت غلطان يا علي، انا فعلا بحبك صدقني. ارجوك يا فريده سيبيني اكمل كلامي. انت عارفه كويس قوي انا كان ممكن اعمل ايه بالتوكيل اللي معايا، بس انا كل اللي عملته ان انا رجعت حقوق الناس الغلابه، الناس اللي اتطردت من بيوتهم من غير ما يعملوا اي ذنب، يعني رجعت الحق لاصحابه. وانا واثقه على كل اللي انت عملته، مش كده وبس، انا فلوسي كلها تحت امرك. طبعا مش مصدقني، معاك حق. يمكن أنا قبل كده كنت معرفش يعني إيه معنى الحب. يمكن قبل كده حياتي كلها كانت غلط في غلط. لكن دلوقتي أنا مستعدة بيها الدنيا كلها، ولا أخسرش لحظة واحدة من الأحداث الجميلة اللي خلاني أحس إني بني آدمة. أرجوك يعني، إحنا لازم نتجوز يعني. فريدة، انت ناسي ان انا متجوز وعندي ولد؟ لا يا فريدة، انا سكتي غير سكتك. ارجوك يا علي ما تخطبنيش، انا بحبك يا علي. ارجوك صدقني يا علي، انا بحبك يا علي. ارجوك يا علي صدقني يا علي. توكيل اهو يا فريدة. لا لا يا علي، ومفاتيح العربية. صدقني يا علي انا بحبك. ما تسيبنيش يا علي. المهندس المسؤول عن تشطيب العمارة دي تحت أمرك. عايز أعرف إيه اللي حصل. العمارة فتوعة يا باشمهندس،
تقع. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ في لجنة جت وفحصت الأساسات والصبة والأعمدة الخرسانية وقررت إزالة العمارة. لا يا فندم ده ملعوب. ملعوب ومش هينطلي علينا أبدا. والله ملعوب مش ملعوب دي مش مسؤوليتي. لو سمحت اتفضل بره. لا اسمعوا يا جماعة محدش يتحرك من هنا. العمارة دي سليمة. أنا أتحدى أي لجنة في الدنيا ممكن تقول إن العمارة دي هتقع. شوفوها إذا كان اندعك عليكم المرة اللي فاتت فالمرة دي مش هيحصل أبدا. أنتوا أهل بيت الكوامل؟ أيوه. أمال فين الباشمهندس علي سعد الدين؟ أنا يا فندم. انت مطلوب القبض عليك. انا ليه؟ بتهمة الغش في الارسال. انا والتجارة في الاسمنت وحديد التسليح في السوق السوداء. انا يا فندم. اتفضل معاك. حاضر. انا هاجي مع حضرتك عشان اعرف مين اللي عمل فيا الملعوب ده. مبسوطة؟ انت بتعيطي؟ اطلع. موضوع جريء
لم يعالج من قبل. يا ترى اللي عملته ده صح؟ هو عوني بيه ده بيشتغل في ايه بالظبط؟ لا ما تقوليش الكلام ده، انا مستعد اصل عرضتي، انا مستعد ابوس رجلك. ارجوك يا علي ما تخطبنيش، انا بحبك يا علي. البركه فيك. تعرف يا علي دي اول مره في حياتي امسك في ايدي مبلغ زي ده. بيت الكوامل، قضية كل شاب وكل أسرة تبحث عن مأوى. يعني مثلا نقدر نحط البوتاجاز هنا، ونحط التلاجة هنا، ونحط النملية هنا، ومن عزل استحمى. الحمامات بقى في الجامع. ليه يا رب مكتوب عليا عيش طول عمري؟ خدي شقة جديدة كده مكان حلو، وكم شهر جدنا عربية صغيرة. أنا تعبان من عيشة الحيوانات اللي احنا عايشينها هناك. مش ممكن تتخيلي يا مدام الحياة هناك عاملة ازاي؟ لا في مية ولا في نور ولا في هوا، مفيش انسان طبيعي يقدر يعيش العيشة دي ابدا. بقى يا استاذينهم ربنا قال ان يبقى عندي بيت زي ده ويجيب لي 20 جنيه في الشهر. بيت الكوامل، إخراج عاطف سالم.